خلينا نروح دلوقتي لدينا شرف نعرف منها ايه اخبار الطقس والمرور والعملات واسعار الذهب واخبار رمضان معاها كمان. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا احمد. صباح الخير على كل المصريين في كل مكان. متابعه ايه في الدراما؟ اكيد الاختيار ثلاثه يعني من اهم المسلسلات انا بتابعها يمكن على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، لان ده فعلا المسلسل ده اثبت بقوه ان دور القوى الناعمه في تشكيل وعي المشاهد او المواطن المصري البسيط ده مهم جدا، من خلال ان احنا بنشوفه في الاختيار ثلاثة. هو مش مجرد مسلسل درامي بيتذاع في رمضان، لكن بالنسبه لنا هو ملحمه وطنيه فعلا بتوثق تاريخ عشناه كلنا. دايما كنا بنتابع حاجات في التاريخ ما عشناهاش، يعني الاجيال دي ما عاشتهاش، لكن احنا شفناها صوت وصوره وكنا كل يوم فيها في الحدث نفسه، فلما بنشوفها قدامنا وبنعرف الخيوط كلها كانت متركبه ازاي أكيد بيفسر لنا حاجات كتيرة جدا، وبيأكد لنا رؤية الدولة المصرية في حمايتها كانت كبيرة جدا، وبيأكد كمان هي قوة مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة قوى الشر.